للمرة الأولى منذ عامين يجتمع وفداء الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين، لكن هذه المرة في السويد. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أعلن أن وفدي الحكومة والمتمردين اتفقا على تبادل الأسرى خلال تلك المحادثات التي ستركز على وقف إطلاق النار في البلاد وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء، فضلا عن التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن. ووصف جريفيث جمع الوفدين اليمنيين في السويد بالخطوة المهمة. يسعدني أن أعلن عن توقيع اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين ومن هم تحت الإقامة الجبرية، وهذا يعد هدية لمئات الآلاف من الأسر التي تبحث عن ذويهم. وعلى مدار الأسابيع الماضية كانت هناك جهود لمحاولة إيقاف إطلاق النار من أجل خفض العنف، وهذا يتطلب الوصول لحل سياسي. أما رئيس وفد الحكومة الشرعية وزير الخارجية خالد اليماني فقد شدد على أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا حين يقر الحوثيون أنه لا يمكنهم ابتزاز الشعب اليمني واختطاف الدولة ومقدراتها، مبديا أمله في تحقيق خطوات مهمة في المحادثات عبر إجراءات بناء الثقة. هناك أمراء حرب حوثيين يعملون على سرقة المساعدات الإنسانية، وعندما نتحدث عن خروجهم من الساحل الغربي، خروجهم من الحديدة ومن موانئ الحديدة، الصليف رأس عيسى وتسليمها للسلطات الشرعية وعودة قوة وهيبة الدولة حتى نحمي منطقة جنوب البحر الأحمر من الاعتداءات التي يمارسها النظام الإيراني على سفن الملاحة الدولية عبر هؤلاء هذه العصابات، حينها سنتحدث عن سلام. بدورها دعت وزيرة خارجية السويد الأطراف اليمنية إلى إجراء محادثات بناءة لوقف ما سمتها بالكارثة.